إن شاء الله. طيب بن شرقي بقى أقاويل عن إن هو ممكن ما يجددش ووكيله يطلع عين فيه اللي بيتقال، يعني حضرتك شايف إنه الدنيا ممكن تمشي في أنهي اتجاه أكتر؟ بص يا نيرفانا، هو نادي الزمالك نادي كبير، أكيد اي لعيب في الدنيا يتمنى يلعب في نادي الزمالك، طبعا، ويكون واحنا إضافة للعيب. وشفنا امثله كتير جدا. يعني فرجاني ساسي في نادي الزمالك كان في حته تانية خالص. فين فرجاني ساسي؟ محدش يسمع عنه حاجه دلوقتي خالص. فانا بتمنى من بن شرقي لعيب كبير، نتمناه اضافه لنادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك عمره ما وقف على لعيب كوره. عمره لو وقف على لعيب كوره كان كل الناس اللي بطلوا كان نادي الزمالك قفل بقى كده خلاص. صحيح، انما عمر نادي الزمالك ما يقف على لعيب كوره. نتمنى لبن شرقي مع وكيل اعماله يدرك حب جمهور نادي الزمالك ليه، ويدرك قيمه نادي الزمالك، ونتمناه في نادي الزمالك. ولكن الزمالك خط احمر، نادي الزمالك خط احمر على اي لعيب كوره، مش بن شرقي بس او سيمي الاسماء، احنا بنتكلم عام. نادي الزمالك نادي كبير بقيمته التاريخيه، تمام؟ فاحنا بنتمنى من بن شرقي، نادي الزمالك سبورت ليك، نادي الزمالك هو اللي وداك منتخب المغرب وخلاك يعني من الناس الاساسيين في منتخب المغرب. فنتمنى منك نظره لجمهور نادي الزمالك، مش نظره عاطفه، ده نظرة ليك لمصلحتك انت، صحيح، لان انت اللي محتاج نادي الزمالك قبل ما نادي الزمالك يكون محتاجك. واحنا مش معنى كلامي دوت اللي احنا مش محتاجين بن شرقي، احنا صحيح. محتاجينه جدا. يبقى وبن فيه شرقي توازن، بس وبن شرقي اضافه لاي مكان يكون متواجد فيه، ولكن نادي الزمالك قيمه وقامه يعلي اي لعيب كوره. صحيح، فنتمنى لبن شرقي يدرك القصه دي ويدرك مستقبله هو في المنتخب، ويشوف الامثله اللي مرت على مر العصور بقى، مش هنقول بقى على مر زمن موسم او قريب، اتنين. لا، مر صحيح، العصور. كل اللي بيجي على نادي الزمالك بنلاقيه في البيت بعد كده. صحيح، هو زي ما حضرتك قلت، هو فعلا هي موازنه، يعني فعلا بن شرقي اضافه طبعا يعني قويه مفيش جدا، خلاف، محدش لا يقدر مفيش يقول خلاف، لا 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 من غيره احنا تمام، لا، بس هو فعلا ثقله بيجي من ثقل نادي الزمالك، الاثنين مع بعض. وانا متاكده ان اداره نادي الزمالك بتعمل الصراحه كل ما بوسعها عشان خاطر توصل لمرحله التجديد، سواء لبن شرقي او بقيه النجوم، فان شاء الله يعني وانا الموضوع نيرفانا هيتم يعني حسمه برضو قريب. عندي نقطه، انا بطالب من اللجنه المؤقته تحسم الامر، يعني لازم تحسم الامر يا جماعه، يعني ما نسيبش الامور عايمه، احسم الامر عشان تريح جمهورك وتريح اللعيبه اللي متواجده. هل بن شرقي متواجد؟ مش مفيش مشكله، يا ده اضافه لينا. مش متواجد، ابيعه في يناير بدل ما يحصل فيا زي ما حصل في فرجاني ساسي. ابيعه وابيعه استفاد ماديا بيه، على اساس اللي انا اقدر اللي انا اجدد لبعض اللعيبه الثانيه. ما هو يمكن بقى الفترة دي اللي هي، ما هو مفاوضات، ان انا مش هينفع اطلع اقول حاجة في الاخر انا ما حسمتش الموضوع بشكل نهائي، فهو اعتقد ان احنا بقالنا فترة مش عايزين نطول طبعا مش عايزين نسيب مفاوضات الامور تتمد عشان ما نعيدش تاني او الموسم نعمل ليها اللي فات. ستريتش عشان خاطر ما يكررش السيناريو بتاع فرجاني. صحيح، هو جمهور الزمالك كله، جماهير الزمالك هي كل اللي بتدور عليه الفتره دي هي الاستقرار. بالظبط، استقرار مادي، استقرار اداري، واستقرار في اللعيبه. احنا عايزين نعرف الزمالك رايح فين، والله دي احنا اقل حقوق. والله احنا نتمنى يعني نتمنى من خلال البرنامج بتاعك نهارك ابيض اللي هو منور الدنيا كلها، نتمنى الاستقرار الاداري قبل الاستقرار الفني، لان الاستقرار الاداري هيتبني عليه كل الالعاب، مش كره القدم بس، كل الالعاب. نتمنى حد صاحب قرار يطلع يقول فلان وفلان وخلاص. نتمنى ذلك، يبقى نتمنى في حسم، حتى لو الحسم ده ما يريحناش، مفيش حتى لو مشكله. القرار انا احنا انا مش انا عايزين. احنا ما عندناش مشكله، احنا بنتكلم دلوقتي مش لعيب نادي الزمالك، صحيح، بنتكلم بنبض جمهور نادي الزمالك. بالزبط، احنا بنتمنى من الدكتور اشرف صبحي يطلع يحسم الامور، موجوده نيرفانا او مش موجوده، خلاص عشان يبقى الامور واضحه، عشان الناس تقدر السيستم يشتغلوا بيه، يعملوا بالظبط، السيستم ونلحق يشتغلوا نشوف بيه. بدايل، بالظبط، الحلول. بالظبط، صحيح، نتمنى بس احنا ذلك. بنتمنى طبعا كل التوفيق الفتره اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله يتم حسم الامور بشكل قريب، عشان احنا مش عايزين نعيد الموسم اللي فات بظروفه، بمشاكله، بالموسم الماراثوني اللي احنا مرينا بيه الموسم اللي فات. فنتمنى ان الموسم ده يكون فيه بعض من الاستقرار اكتر من الموسم اللي هو فات. لو ما فيش استقرار يا نيرفانا اداري، مش هيبقى في استقرار فني، مش هيبقى في استقرار، والسيناريو هيتعاد مره واثنين وثلاثه. خلي بالك، يبقى التارجت كله، يبقى انا يعني نخليها كده، نبقى فير في الكلام، يبقى الهدف نادي الزمالك، يبقى الهدف اللي انا اقوم نادي الزمالك او اقعد نادي الزمالك. صحيح، تمام. يبقى لو ما فيش استقرار في الفتره اللي جايه دي، يبقى انت مش الهدف شخصي، ده انت هدف عايز تهد كيان نادي الزمالك. لا لا ان شاء الله، فانا يعني اتمنى كيان نادي اتمنى الزمالك اكبر بكتير اتمنى من هو اتمنى ان نادي الزمالك نادي كبير، نادي صحيح. عريق، نادي ليه قاعدة شعبية في العرب وفي أفريقيا وفي مصر، قاعدة كبيرة جدا. بلاش غضب جمهور نادي الزمالك، احنا بنحبه، جمهور نادي الزمالك من أنقى وأطهر جمهور في العالم.
صحيح. بس بلاش نيجي على ندوس عليه يعني، بلاش لا عشان ما بالظبط يعني احنا دوسنا عليه كتير. صحيح. يعني احنا نحب كمان ده، احنا عايزين فتره انا يعني ممكن تطرقنا على الموضوع شويه، بس احنا بنتكلم باسم جمهور نادي الزمالك. صحيح. جمهور نادي الزمالك دي عليه كتير. يعني فيا ريت بعد اذنكم بصوا لجمهور نادي الزمالك، احنا نستحق قاعده شعبيه كبيره. احنا يعني لو احنا قسمنا الجمهور اهلي وزمالك هتلاقي متساوي، فبلاش نفضل شيء عن شيء.